اليوم قمنا بإجراء عملية مميزة في مستشفى الكندي لمريض حضل إلى مركزنا قبل أسبوع يشكو من ألم في مفصل الركبة إثر حادث سقوط، وبعد إجراء الصور الشعاعية اللازمة تبين وجود كسر في منطقة الركبة، حيث قمنا بتثبيت الكسر بواسطة تداخل جراحي محدود وتثبيته بواسطة صفائح وبراغي معينة. ويستطيع المريض اليوم مساء الخروج من المستشفى والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، ويعتبر مستشفى الكندي من المستشفيات المتميزة والمجهزة لإجراء هذا النوع من العمليات. يعطيكم العافية.